أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم عالم مارينا. موضوع حلقتنا النهاردة عن الأخطاء الشائعة عن طب الأسنان والمعتقدات الخاطئة عند الناس. معانا ومعاكم دكتور إبراهيم نجيب، أخصائي طب وجراحة وتجميل الأسنان. أهلا وسهلا بك يا اهلا دكتور. وسهلا بحضرتك. انا إحنا دايما بنسمع من الناس إن يقولوا بيقولوا لك إحنا المفروض نعمل كذا عشان حصل في الأسنان مش عارفة إيه، اكيد يعني كلها بتكون معتقدات خاطئة. فاحنا النهارده حضرتك موجود معانا علشان تعرفنا المقولة المظبوطة في هذا اكيد الموضوع. ان شاء الله اكيد. ازاي نقدر نحافظ عموما على اسناننا؟ والله الموضوع ده كتر الكلام فيه بقى سريالي قوي، بس احنا ممكن نتكلم في اصلا ازاي نحافظ على اسناننا. ده سؤال سهل وبسيط. فكره الفرشه والمعجون دول اسهل حاجتين احنا ممكن نستخدمه، فرشه ومعجون. بعد كده بنتطرق شويه او بنتطور شويه وبنستخدم الخيط الطبي. تمام. الخيط الطبي احنا بنستخدمه مره واحده يوميا عشان اصلا مش بيخش الحتت اللي هي مش فرش الاسنان مش بتقدر تدخل لها، زي ما بين الاسنان الحاجات المناطق الضيقه دي الخيط الطبي يقدر ينظف بواقي الاكل اللي بتتحشر فيها. هنروح لطريقة ثالثة اللي هي المضمضة. الثلاثة دول، الثلاث خطوات دول لابد يبقوا بروتوكول رسمي عند ده كل روتين الناس يومي. يومي يوميا. يعني يبقى الصبح وبالليل وبيكون مرة واحدة بس. لا، يبقى الصبح وبالليل فرشة ومعجون، والمضمضة كذلك صبح وبالليل، والخيط الطبي مرة واحدة، مرة واحدة في اليوم. مرة واحدة يوميا. طب ما مدى صحة ان تنظيف الجير بيضعف المينا بتاعت الاسنان؟ لا لا لا، دي ده كلام خاطئ. الناس محتاجة بس تفهم يعني ايه اصلا تنظيف. تنظيف الجير ده عملية بتتم خارج السنة خالص. انا مش بنظف في السنة، انا بنظف الترسبات اللي على السنة، من بره، من على طبقة المينا. طب السنة دي اصلا بتتكون من عندي من ايه؟ السنة بتتكون عندي من 3 طبقات. طبقة المينا هي الطبقة الخارجية، الطبقة الداخلية هي طبقة العاج. كل ده الطبقتين دول وظيفتهم الوحيدة هي حماية الطبقة الداخلية أو قلب السنة، وهو عصب السنة اللي بيمدها بالحياة، اللي بيمدها بالغذاء عشان يخليها حية زي ما هي موجودة. تمام. فكرة بقى الجير ده هو ترسبات عن وقت كتير بيبقى موجودة ما بنغسلش فيها أسناننا. طبيعة أكلنا، طبيعة الشرب أو المشروبات اللي احنا بنشربها، المياه الغازية بتأثر جدا، عدم شرب المياه كتير بيأثر، كل حاجة بتأثر في الأسنان، وكل حاجة عامل من العوامل اللي بتؤدي لترسبات الجير. احنا كنا نسمع نقول ان كتر غسيل السنان يبوظها. كتر غسيل السنان الغلط يبوظها. الغلط، انا يعني ازاي بغسل سناني اصلا؟ في ناس تغسل سنانها كانها في خناقة او بتبقى بتتخانق عنيفة مع شوية. عنيفة شوية. لا، العنف ده غلط. العنف ده يسبب اصلا تلف في طبقة المينا الخارجية عند عنق السنة من ناحية اللثة. الجزء ده من السنة هو اضعف جزء في طبقة المينا يعني الناس الخارجية. بتخلي الفرشة نفسها تيجي على اللثة اللي هي بالظبط نفسها. بالظبط. فده يؤدي لحاجات كتير، يؤدي لتآكل الطبقة دي من المينا، ويؤدي لنشوب حساسية بقى وهكذا، ونروح لحتة بيدخلوا تانية بقى في خالص، دوامات تانية. دوامات تانية خالص خالص، بعيدة بقى عن إن أنا بنضف سناني وبغسل سناني مرتين في اليوم وكل الكلام الكتير بدل ده. ما بصلح ببوظ بالظبط. يعتبر. لازم نعرف الطريقة الصح لغسيل السنان قبل ما نبدأ نغسل سناننا أصلا. يبقى احنا كده المفروض بنمشي على روتين يومي اللي هو المعجون والفرشة بالظبط. والغسول تمام. والخيط اللي هو ما الخيط بين الطبي ما السنين. بين الأسنان. تمام. بس يعتقد الكسرون اللي هو احنا نسميه هنا ان عن ملاحظة نزيف اللثة اثناء تنظيف الاسنان يجب الامتناع عن تنظيفها. ودي برضو مشكلة. الناس لما بتغسل سنانها وتنزل دم بتبطل تغسل سنانها. طب انت كده ما عملتش حاجة، احنا كده ما حلناش المشكلة. المشكلة عندي ايه؟ المشكلة عندي ان اللثة بتنزف. طب هو اللثة اول ما بتنزف هيشوف ليه؟ دم خلاص انا مش هغسل سناني تاني. بالظبط. خلاص خلاص الموضوع انتهى. لا، انا ليه اعمل كده؟ انا لازم اشوف اللثة اصلا بتنزف ليه. اللثة بتنزف عشان حاجات كتير. عن اول حاجة ان انا عندي اصلا التهابات في اللثة. الالتهابات اللي في اللثة دي ايه سببها؟ سببها تراكم الجير اللي قلنا عليه قبل كده. يبقى احنا لو بنحافظ من الاول، تمام، مفيش جير هيتكون، مفيش لثة هتنزف، وهكذا. تمام. تمام. برضو من الطرق، من الحاجات اللي بتخلي اللثة ان هي تنزف او كده، برضو زي ما قلنا طريقة غسيل الاسنان الغلط بفرشة قوية. الناس بتفتكر ان الفرشة القوية هي اللي هتنضف اكتر. لا، الفرشة المناسبة لطبيعة سنانك وطبيعة اللثة بتاعتك. انت اللثة بتاعتك ضعيفة او فيها شيء من الالتهابات، لا، احنا نستخدم فرشة هادية شوية، سوفت، تكون تكون خفيفة سوفت على يعني بتكون على انواع اللثة. اصلا. انواع ودرجات سوفت وميديوم هارد وحاجات كتير كده، بس هي
احنا بس يا سوفت يا ميديوم يا هارد، مش اكتر من كده. بشوف ايه المناسب ليا ومفروض اجيبه، والمعجون المناسب كمان، والمعجون المناسب للسنين، مش اللي هو بيجي كده يعني اعلاناته كتير ويقول لا هو ده الكويس بالظبط. مش اللي يظهر قدامنا اكتر، لا احنا نختار الحاجه اللي تناسبنا، هيبقى افضل بكتير قوي. ده بيكون قوي يا دكتور لازم يكون تحت اشراف طبيب معين ولا انا بسال الصيدلي؟ الطبيب اكيد هو لازم نرجع له في معجون السنين يقول لي ايه افضل حاجه ليا انا. اكيد مش أكيد. من نفسي؟ لا لا مش من نفسي طبعا. طب هل من الطبيعي ان تفقد المراه الحامل سنه من اسنانها مع ولاده كل طفل؟ لا لا مش بالضروري. بنسمع بان هي مع كل ولاده لازم في سنه بتفقدها. لا لا مش بالضروري، مش بالضروري خالص. هو يعني بيجي لنا ناس بتميز خلعات الاسنان بتاعتها باطفالها، لا ده انا خلعته مع جنى، انا ده ما خلعته مع فلانه، فهكذا. لا ده حاجه غلط، بس احنا بنرجع كده لاسباب ايه اللي بيخلي السنه تفقد اصلا. يعني السنه بتفقد لاسباب كتير. اول حاجه ان هي فيها تسوس، بدا فيها تسوس لحد ما خلاص ما بقاش فيها جزء يبقى نون ريستورابل، يعني هي تبقى مش مؤهله ان احنا نعيد تاهيلها تاني خلاص. تمام. ممكن التهابات اللثه اللي بتؤدي لتاكل العظم، التهابات اللثه ممكن تؤدي ان العظم ما بين على الاسنان اللي داخل فيه الاسنان ان هو يتاكل، فبالتالي انا هخسر السنه دي. طب ليه الست الحامل او الست اللي هي كل ما تحمل تخسر سنه تخسر سنه؟ لا هو ده مش بيكون يعني هو مش حاصل اصلا. لا هو مفيش الكلام ده، هو بس مجرد ده اتربط مع ده فربطناهم ببعض. حدوث حاجه في نفس اوان الحاجه دي فربطناهم مع بعض، بس الموضوع مش في الحمل، الموضوع كله في الحاجات اللي حوالين الحمل. الحمل فيه بيبقى فيه اضطرابات في الهرمونات عند الست. طبيعي لازم يبقى عندها اضطرابات هرمونيه، الهرمونات دي بتاثر على اللثه وبتاثر على صحه اللثه. كمان الاهمال، مجرد ان هي في انا حامل مهمله، مش بتهتم بنفسها. تمام؟ مش بتشرب مثلا لبن كتير، بتاخدش كالسيوم كتير، مش بتاكل بزياده كويس، غير كمان ان في بيبي جوه بيتكون، في حاجه لسه بتتكون، فطبيعي هي تاخد من اكلها بكتير، يعني مش بتاخد نسب قليله، لا هي بتاخد كتير. طبيعي طبعا الادويه اللي دكاتره النسب بتكتبها وكده مش بتعوض بالقدر الكافي اللي هي تقدر تعمل. فليه احنا ليه بقى بنعمل كده، او ليه انا بقول الكلام ده؟ عشان الناس تاخد بالها، بس هي وقت ما هي تكون حامل لا حافظي، زي ما بتروحي مثلا تتابعي مع دكتور النسا، خلي عندك زياره لطبيب الاسنان. احنا مش بنخوف عادي، يعني ممكن نيجي كمان نشوف ايه الدنيا. طب احنا تمام في حاجات احنا دايما بنبقى ناسيينها اصلا. بالظبط. لا ما ننساش، لان احنا وقت ما الحمل بيخلص بنبدا بقى نبص لنفسنا، لا عايزين نبص لنفسنا واحنا في الحمل برضه عادي، مفيش مشكله. طب فقدان الاسنان وزياده التسوس هل مرتبط بعوامل وراثيه؟ مش ضروري، مش ضروري يكون في عوامل وراثيه بتاثر في التسوس او فقدان الاسنان. خلينا نتكلم بس هو ايه التسوس، يعني التسوس ده بيجي لي ازاي. التسوس ده بيبدا لي بدايه كده بزياده حموضه في البق، زياده الحموضه في الفم. ازاي بيبدا الكلام ده؟ التسوس ده ليه ثلاث عوامل، لازم الثلاث عوامل يبقوا موجودين. اول حاجه هي البكتيريا، البكتيريا دي عند الناس كلها كلها في الفم، اوكي؟ غير عموماً. البكتيريا عموما بكتيريا موجوده. تمام. البكتيريا دي في منها الضار وفي منها النافع، بس الضار احنا اللي بنديله فرصه يضرنا. تمام؟ تمام. الضار ده انا لما اسيبه مع بواقي اكل، تمام؟ ولوقت طويل ده هيكون لي تسوس. امتى بقى بتتم المنطقه دي؟ بتتم التلات عوامل يتجمعوا مع بعض ازاي؟ في وقت النوم. وقت النوم احنا لساننا ثابت، الدنيا ستيبل جوه الفم، مفيش اي حركه، مفيش اي افرازات لعابيه، مفيش اي حاجه، مفيش كلام حتى. فاحنا نايمين وسايبين بواقي اكل للبكتيريا جوه وسايبينها وقت طول ما احنا نايمين. بتعمل لنفسها مكان بقى، بتعمل لنفسها اريا تشتغل فيها. والاريا دي بتخليها تشتغل وتفرز احماض، الاحماض دي ماده كاويه على الاسنان. بمثابه الماده الكاويه على الاسنان تؤدي للتسوس. بس يعني التسوس هو سبب من اسباب كتير قوي لفقدان الاسنان. بعيدا بقى عن انه وراثه او مش وراثه، انت زي ما قلنا قبل كده ان هو ان التهابات اللثه اللي بتؤدي لتاكل العظم ده مشكله كبيره بتؤدي لفقدان الاسنان برضه. تمام. العادات السيئه او العادات اللي احنا واخدينها ان هي حاجه كويسه جدا، مثلا حد بيفتح ازازه بيبسي بقه بسنينه، لا ده هي السنان دي انت كده مش قوي، انت كده بتضر نفسك. ايوه فعلا انت كده بتضر نفسك، بس على مدى بعيد مش هتبان دلوقتي. لو ربنا سترها والسنه ما اتكسرتش دلوقتي، لا استنى على نفسك بقى، هيجي لها يوم وتتكسر. بالظبط. بالاهمال هي
احمال احمال والسنه بتستحملها على قد ما بتقدر. في الموضوع ده برضو زي ما قلنا التهابات اللثه بقى وهكذا الحاجات الكتير اللي تؤدي لفقدان الايه الاسنان. بس لو هنتكلم على الوراثه كوراثه فالوراثه ممكن تكون وراثه عادات مش وراثه جينات. فهمت قصدك. تمام. ان انا مثلا ابني مش شايفني بغسل اسنان مش شايفني بهتم باسناني هو نفس فانا الكلام. لما اجي اقول له اغسل اسنانك عشان ده صح وده غلط مش هيقتنع. مش شايفني ان انا بغسل مش هيقتنع. طب في حاجات بتبقى بتسبب لرائحه الفم الكريهه وازاي نقدر نضيع الريحه دي عموما؟ لا لا برضه هنرجع تاني لنفس المشكله هي الهيجين او المحافظه على الاسنان. احنا لازم نحافظ على اسناننا ونحافظ على اللثه بتاعتنا بصحه جيده وكويسه جدا عشان حتى ريحه بقنا تبقى كويسه. فريحه بقنا تبقى كويسه او هتبقى وحشه ليه؟ هتبقى وحشه عشان انا مثلا مدخن. التدخين 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 ده هو يعني ممكن يكون المسبب الرئيسي او المسبب الكبير قوي لحاجات كتير في الاسنان. تمام تمام. بعيدا طبعا عن يعني عن مشاكله التانية في الرئه وهكذا بس هو خصوصا في الاسنان هو درجه حراره مرتفعه جوه الفم اثناء شرب السيجاره. دايما بنشوف المدخنين سنانهم صفرة جدا. بالظبط. ده بنفهم ان ده مدخن. بالظبط. ده نتيجه ترسيب الاطران والنيكوتين على الاسنان. كمان مشكلتها اللي بتؤدي لمشاكل كتير مشكلتها كبيره بتؤدي لمشاكل كتير اصلا اللي هي مشكلتها في الرئه. الرئه هي اللي بتغذي بقيه الجسم بالاكسجين فانا مش هيوصل لي اكسجين كافي للثه زي بالظبط ما يعني زي اي عضو في جسم الانسان. يبقى انا كده ببوظ من كل ناحيه. ببوظ من كل ناحيه. تمام. ازاي نحافظ على ده؟ لا نبطل تدخين. لازم نبطل تدخين ملهاش حل. وطبعا في الاف يعني كتير بيموتوا من الاورال كانسرز او السرطانات الفمويه يعني في الفم. اصلا الفم ممكن يجيله كانسر؟ اه طبعا اللسان فيه كانسر. معقوله؟ جديده شويه. لا مش جديده. طب اسباب مشكله الفراغات الاماميه وايه حلولها؟ الفراغات بيكون شكلها فظيع. ماشي خلينا في شكلها فظيع بس الاماميه الفراغات بس يعني انت لو شايفه حد اسنانه مفرغه بس ولا اسنانه كمان متكدسه؟ لا الاثنين. الاثنين. فخلينا نتكلم عن الموضوع عموما. تمام. الموضوع عموما هو عدم الترتيب الصحيح او عدم الترتيب المثالي للاسنان. تمام؟ تمام. ايه اللي بيؤدي لعدم الترتيب ده؟ بيؤدي مثلا لان احنا خالعين ضرس قبل كده زمان. فخلعنا الضرس ده فالاسنان زي ما احنا عارفين او زي ما كل الناس عارفه ان دايما الاسنان في حركه مستمره، يعني لو لقيت جنبها فراغ يعني هما الاسنان كده طول ما الاسنان لقيت جنبها فراغ هتتحرك. لازم يقفوا جنب بعض عشان كل واحده بتسند الثانيه. وهكذا بقى. عندي برضو مشاكل خلقيه يعني مشاكل برضو انه حد هو كده هو خلقته كده ان هو فكه كبير بس اسنانه صغيره. برضه مفرغه. برضه مفرغه. حد تاني فكه صغير واسنانه في الحجم النورمال او اكبر من النورمال شويه. فده هيؤدي لتكدسه. فايا كان سواء تكدس او فراغات فده يعتبر من عدم الترتيب المثالي للاسنان. فده بنحله كذا مشكله. لو المشاكل هي خلع يعني المشكله لو الخلع اصلا هو اللي مأثر عليا لا انا ممكن اعوض الخلع ده. اعوض الخلع ده بالزراعه. بزراعة أسنان. الزراعة هي الحل المثالي لتعويض الأسنان المفقودة. ممكن نتطرق لحلول تانية اللي هي تركيبات السبتة. دي أحدث حاجة دلوقتي حاليا في طب الأسنان. أحدث وأفضل حاجة. لأن إحنا هنروح لحتة تانية خالص بقى في التركيبات أو تعويض الأسنان سواء تركيبة ثابتة أو تركيبة متحركة. ده ممكن يدخلني في قصة تانية خالص مش عايزين ندخلها. هو الزراعة أفضل شيء. من الضروري إن كل سن أو ضرس بيخضع لحشو العصب. لازم بيتم تثبيته بحاجه اسمها التاج او الطربوش. ماشي تمام. اوكي. معظم الاسنان يعني معظم لكن مش كل انواع الحشو العصب. مش كل الاسنان اللي بتعمل لها حشو عصب تتغطى الطربوش. مش ضروري. انا بغطي الطربوش على اساس حاجه. ايه الاساس ده؟ اساس الاسنان يعني السنه نفسها فقد منها قد ايه؟ او الجزء اللي سليم فيها قد ايه؟ هل هو مثلا 70-80% من السنه مفقود؟ لا مفيش اي حاجه او حشوه هتقدر تسد لي الموضوع ده او تقدر تقف زي السنه ما كانت واقفه قبل كده. فلازم بنبنيها من تاني وبغطي ده بطربوش. تمام. ممكن لو الاسنان مش متضرره تضرر كامل
من حشو العصب، يعني هنفرض ان التسوس كان بسيط خالص بس هو كان يعني كونستراكتد، يعني هو في الحته دي تمام، الحته دي متركز لحد ما وصل العصب، لا انا كده المفقود عندي مش كتير، فممكن نعوضه بتركيبات معمليه تانية اقل، يعني اقل في المجهود او اقل في المجهود على السنه بالنسبه للطربوش، زي مثلا الاونلي او الاندي او الاندوكراون، دي حاجات لسه دي حاجات طبيه عموما الناس مش عارفه عنها، مش بس هي دي بقى الفكره. فانا ليه اعمل طربوش مثلا وهي مش مفقوده قوي؟ طب ما هي ممكن تبقى مفقوده قوي وهكذا. اللي بيحدد ده هو الدكتور. هو الدكتور هو اللي شايف، هو اللي شايف السنه مفقود منها قد ايه وكانت ازاي وهو عايز يرجعها ازاي. تمام تمام. بس يعتقدون ان الخلع يوفر التعب واسهل من حشو العصب، ده انت اكيد. ايه راي حضرتك؟ ده اكيد، انا مش هقدر اعترض على دي. هي في ناس حاجة في دماغ. الدنيا بالظبط، في ناس بتريح دماغها، يعني بس في دكتور يعني يحاول يقنع، لا انسى ما تقنع، اخلع اخلع، طب احاول معاك كذا، لا اخلع، انا بقول لك اخلع بالظبط. المريض ده بعد سنه سنتين هيكتشف ان هو غلط غلطه كبيره، غلط غلطه، ما ليه انا ليه عملت في نفسي كده؟ ليه خلعت سنه كانت قدامي موجوده وكان ممكن اصلحها؟ لا طب انا ممكن ما اصلحها. مش طولة بال، مش طولة بال، الناس عايزه ترتاح دلوقتي حالا، الناس مش مقدره. طب انت اهملت، طب اتعب شويه عشان نتيجه لاهمالك ده، او يعني ادفع ده من اهمالك مش اكتر، اتعب شويه عشان تحافظ على الضرس ده. تمام. والاسنان عموما، الاسنان عموما هي كل ما بنكتشف المشكله بدري كل ما بيكون الحل اقل في الوقت واريح للمريض وللدكتور واقل كمان في التكلفه. وصل لك؟ يعني كل ما بيعمل الصح في الاول ما بيكلفوش كتير طبعًا بعد كده. طبعا يعني طبعًا. كل ما بيأخر في الحاله، كل ما بيأخر في بيأثر الحاله فيه. كل ما بيأثر فيها، كل ما الموضوع بيزيد، طب لا طب ده هيزيد، طب وكذا وكذا، خطوات اكتر ب ب ب ب بكلفه اعلى، فلا احنا ما نروحش للحته دي، احنا نلحق نفسنا بدري. الزياره الدوريه لطبيب الاسنان لازم تكون كل 6 شهور. كل 6 شهور اروح اشوف الدكتور الاسنان، يشوفني، يشوف اخر التطورات اللي في بقي، يقول لي مثلا عندك ضرس بدا فيه تسوس، عندك جير محتاجين يشال، عندك اي حاجه ايا كانت تتلحق في الاول. كل 6 شهور اروح اشوف دكتور الاسنان. برضو يعتقدون ان الدروس العقل لما بتطلع قلنا لها ده لازم تخلع حتى من غير ما الطبيب يتكلم، يعني في حد مثلا بيشتكي من الضرس العقلي يقول لي ده انا الضرس العقلي تعبني، ده هو انت لازم تخلعه؟ لا لا، مش لازم نخلعه، مش لازم قوي، يعني في ناس ممكن تكمل بضرس العقل، بتكمل بيه وبتعيش حياتها، وفي ناس ما بتحسش بطلوع ضرس العقل، في ناس ما بتعرفش انا عندي ضرس عقل ولا دكتور، هو ما حسش بوجوده اصلا، ما حسش ان هو بيطلع ولا تعبه ولا اي مشكله. طيب ده انا اعمل معاه ايه؟ مش هخلعه له اكيد، لو سوس مثلا، لو حصل فيه تسوس او حصل فيه اي ضرر هنحاول نصلحه، هنحاول ان احنا يعني اللي هو الضرس العقل فيه ممكن يطلع ناس وناس لا. طبعا. اصلا يعني في ناس بيبقى مفقود عندهم ضرس العقل مش موجود، احنا عندنا المفروض 4 العمر كله. احنا المفروض عندنا 4، واحد هنا واحد هنا واحد هنا واحد هنا، في كل جانب دروس العقل بقى مش ضرس العقل، دروس العقل كلها. ممكن واحد يبقى عنده 2 فوق وما عندوش 2 تحت، ممكن يبقى عنده 2 تحت وما عندوش 2 فوق، ممكن يبقى حد ما عندوش الاربعه، ده حاجه طبيعيه ملهاش علاقه باي حاجه، عادي ما فيهاش اي مشكله خالص. في ناس كتير ما بيبقاش عندها ضرس العقل ومش بتبقى عارفه اصلا، وفي ناس بيبقى طالع لها ضرس العقل ومش بتبقى عارفه برضه، ما بنعرفوش امتى او بنستدل عليه امتى، لما يعمل مشكله. عمل ايه مشكله؟ المشكله دي هل هنقدر نحلها؟ هل هنقدر نحافظ على الضرس ده ويقوم بوظيفه؟ هل هو مهم بالنسبه لي؟ امتى يبقى مهم بالنسبه لي؟ لو مثلا المريض اللي قدامي ده عنده ان هو خالع الاسنان او الضروس اللي هي قبل ضرس العقل، فانا محتاج ضرس العقل ده، انا محتاجه، يعني هو اخر واحد في الفك، فبالتالي انا هحتاجه عشان العضه بتاعه الفك، القفله، مفصل الفك، مفصل، ما في حاجه احنا مش عارفينها ان الفك مفصل، زيه زي الايد بالظبط. الايد لو بنعمل كده بتروح، ما كانتش بقت مفصل، فالفك بالظبط هو مفصل هنا، والاسنان بتساعد في وقوفه، غير ان هو مفصل الاسنان بتساعد في يعني وقوفه. ممكن ضرس عقل يطلع لفوق ومن تحت ما بقاش موجود. ده كده يعض في اللثه، يعض في اللثه، ده يجننه. بس بالظبط دي تبقى مشكله. تمام، نخلعه. ما ينفعش يركب بقى مكان ما هو المفروض يطلع؟ لو محتاجينه، بس ليه هنركب ورا كده؟ احنا لو محتاجين اصلا ان احنا نركب، فاحنا الاولى لو عنده فقد اصلا في الاسنان ان هو يركب في المكان المفقود، لو ما عندوش فقد واسنانه كلها تمام
ليه هحتاج اركب ليه اصلا في ضرس العقل؟ هو مش يتشال المفروض افضل لو عامل مشكله، انا مش عايز يتشال عشان الناس ما تاخدش يتشال كده، لا هو لو عامل مشكله والمشكله ملهاش حل لا نشيله، المشكله ليها حل نحاول معاه، نحاول معاه الحلول كلها كل زي اي ضرس ما نختصرش. احنا ليه يعني ليه يعني نبزينه كده؟ ما ينفعش ما ينفعش، ما هو معانا برضه، لا لا هو معانا برضه بس ساعات بيعمل مشاكل، بس اللي بيعمل مشاكل ده بنتجنبه شويه بس. هل التركيبات الثابته والمتحركه اصبحت حاجات عادات قديمه من الماضي؟ لا مش قوي كده، بس هو في حاجات احسن او في حاجات افضل بكتير. زي ايه؟ يعني زي ايه؟ زي الزراعه برضه، احنا كنا اتكلمنا في الزراعه من شويه بس ما استفدناش، بس الزراعه واتكلمنا في التركيبات بس ما استفدناش. التركيبات الثابته والتركيبات المتحركه ايه الفرق ما بينهم اصلا؟ يعني ايه تركيبات ثابته يعني ايه تركيبات متحركه؟ التركيبات الثابته دي انا عندي سنه مفقوده، فانا ازاي اصلا بعوض السنه المفقوده دي؟ بعوض السنه المفقوده دي بالاعتماد على السنتين اللي قبلها واللي بعدها، السنه اللي قبلها والسنه اللي بعدها انا ببردهم او بسند عليهم تمام، وبعدين في النص بيبقى لازق فيهم التركيبه. البرد ده ما ياثرش على السنه اللي موجوده؟ اكيد، ما احنا بنقول كل حاجه اهو، انا هقول لك لسه ايه المشاكل، هقول لك ازاي متلافي المشاكل دي مش موجوده في الزراعه تمام. التركيبات الثابته زي ما قلنا ان انا بعتمد على سنتين عشان اعوض سنه، فبالتالي انا عندي السنتين دول، السنتين دول واقع عليهم لود لثلاث اسنان، ضغط ضغط الضغط ده ثلاث اسنان المفروض يضغطوا هنا، لا دول سنتين بس اللي موجودين، فالسنتين دول اكيد هيتعبوا اكيد هيتعبوا، يعني شئنا ام ابينا عجلنا ام اجلنا هيتضرروا هيتضرروا من حيث السنه نفسها زي ما انت بتقولي البرد، هيتضرروا من حيث شكل السنه جوه العظم، ممكن يحصل فيها ميل او تتلخلخ اصلا من كتر الضغط عليها، من كتر الضغط عليها ممكن تتلخلخ تتلخلخ. اه طبعا تمام، يعني كده دخلت نفسي في مشكله ثانيه، مشكله ثانيه ان انا هخلع سنه واكبر التركيبه عشان اسند على اللي جنبها تاني وهكذا لحد ما يبقاش عندنا تمام. دي التركيبات الثابته. نروح للتركيبات المتحركه. التركيبات المتحركه هي ضررها بيكون يعني اقل شويه، او ممكن عشان تجنبه للسنان، هو بياخد دايما بتاخد دعمها كله من عظم الفك، فعظم الفك بيتضرر كمان من الضغط عليه وبيحصل فيه تاكل، فبنحتاج ان احنا نبدل التركيبه دي ونغيرها برضو مع الوقت. الافضل هو الزراعه لان هي تعويض الاسنان بدون التاثير على الاسنان الجانبيه ليها ولا عظم الفك، بل بتحافظ عليه اكتر كمان. في سؤال برضو اخير خالص هساله لحضرتك، عايز حضرتك تجاوبه لي في خلال دقيقه واحده عشان بس وقت حلقتنا قرب يخلص. ما تقدمه مراكز الفيلا للمريض؟ مراكز الفيلا بتقدم كتير، يعني احنا اهم حاجه عندنا هي الكواليتي، اهم حاجه موجوده في مراكز الفيلا هي الكواليتي. دكتور محمد زكي على طول اعلى كواليتي، دايما اطمحوا ان كنتوا تطلعوا احسن حاجه، افضل حاجه تطلع للمريض. على طول كورسات، هو لحد دلوقتي بياخد، ايوه فعلا على طول كورسات، هو لحد دلوقتي بياخد كورسات. كذلك برضو خد كورس خد كورس خد كورس، لا لسه اتطور كل يوم تتطور بالظبط، كونتينوس اديوكيشن على طول، هو عايز ده على طول، فهو عندنا على طول الكواليتي. ده غير طبعا ان احنا موجودين في انحاء مصر كلها. شكرا ليك يا دكتور، وصلنا لنهايه حلقتنا النهارده. للاسف الوقت عدى بينا بسرعه في حوارنا مع الدكتور ابراهيم نجيب اللي استفدنا بمعلومات كتيره جدا. نحب نشكر الدكتور ابراهيم، شكرا ليك يا دكتور على وجوده معانا النهارده، ونحب نشكر مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان. انتظرونا الاسبوع القادم في حلقه جديده من برنامجكم عالم مارينا. شكرا لكم.